يا ريت كل واحد يقعد مكانه لغايه ما مستر فاطين يوصل. انت هتعمل علينا مستر ولا ايه يا دودي؟ لو سمحت يا وليد ارجع مكانك. انت صدقت نفسك ولا ايه يا دودي؟ انت عامل زي استاذ فاطين اللي هو عامل فيلم عربي قديم. يا ريت بقى تقعدوا مكانكم وعيب الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. انا مش هرد عليكم منطقكم لان مستر فاطين علمني لا ارد. احنا بقى نفرجك على مستر فاطين بتاعك ده. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير يا فاطين. فاطين ايه؟ انا مش قايل لكم قبل كده فاطين دي نقولها بره المدرسه وبره الفصل ولما نكون لوحدنا كمان، انما دلوقتي هنقول ايه؟ صباح الخير يا مستر فاطين. برافو عليكم، جلوس. انا النهارده يا ولاد جاي وكل حماس وقوه علشان النهارده هشرح درس عن سعد زغلول. وسعد زغلول باشا دون يا ولاد كان زعيم الأمة. لو سمحت يا مستر فاطين ممكن تقبل مننا الهدية دي عشان تعرف غلاوتك عندنا وان احنا بنحبك. هدية؟ يا متشكر جدا يا وليد، ألف شكر. ايه ده؟ ومنشة؟ هما فعلا شكلهم يضحك يا ولاد، بس شكلهم دلوقتي يضحك، لكن زمان ما كانوش يضحكوا لانهم كانوا من سمات العصر. وانا بالمناسبة دي انا عايز اشكر وليد ان هو هيخليني اشرح درس النهاردة بالطربوش ده، لان يا ولاد سعد باشا زغلول كان بيلبس طربوش زي ده وكان رمز للأمة. وسعد باشا زغلول يا ولاد وهو صغير قدكم كده كان بيدرس في الأزهر الشريف وتتلمذ على ايد علماء عظماء أمثال السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده لغاية لما حصل على شهادة الحقوق. وكان ساعتها يا أولاد الاحتلال الإنجليزي الغاشم موجود في مصر. مركزين؟ مركزين يا مستر فاطين. وبعدين؟ برافو يا أولاد. وبعد الحرب العالمية الأولى سنة 1918 راح سعد باشا زغلول وقابل الحاكم البريطاني في مصر بنفسه وطلبه بالجلاء والاستقلال. Happy birthday to you. Happy birthday to you. شيكو. Happy birthday to شيكو. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. يا شيكو. سنة طف الشمع. اطفي. كل سنة وانت طيب يا شيكو. والوردة دي تحية يا رجالة من سيد الحاوي أبويا. شكا شيكو يا جميل. بونبوني جاهز؟ جاهز من بدري والهنجر كله ملخم. الله عليك يا بونبوني. وانت ستيشن الكبريت موجود ولو مستعجل الولاعه موجوده. لا مستعجل، انت عارف بقى ان انا عايز انام لان ميعاد نومي عدى من بدري ونومه الحجز وحشه. لا تعمل فيه فيها يا ميشو، ده حبيبك كون عليك. طب ما انا هونت عليك وبلغت. وانا قدام رجالتي وقدام رجالتك بقول لك انا بعتذر يا ميشو و everything is okay. ايه؟ ما سمعتش. انا بعتذر لك. ها رجاله ايه رايكم؟ موافقين؟ طبعا لا. ليه بس يا رجاله؟ ده انا كنت هسامحه
ده شيكو ده حبيبي. معلش بقى يا شيكو، مش هقدر ازعل رجالتي. مع السلامة انتوا رجالة. ماشي يا معلم ميشو. شيكو 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 شيكو. باي باي يا شيكو. حرام عليك يا ميشو، لا تسيبوني يا أمم. وبعد نفي سعد باشا زغلول إلى جزيرة مالطا، كانت هذه هي الشرارة الأولى لقيام ثورة 1919. وثار الشعب كله، مسلمون ومسيحيون وعمال وموظفون وفلاحون، حتى شباب الأزهر وحتى النساء. يا أولاد النساء، خرجنا لأول مرة في شوارع المحروسة بقيام صبية زغلول، والكل الكل كان يهتف بصوت واحد: سعد سعد يحيى سعد 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 يحيى سعد. الاستقلال التام أو الموت الزعام، الاستقلال التام أو الموت الزعام. يا عزيز يا عزيز، كبة تاخذ الإنجليز. يا عزيز يا عزيز، ليه صدق ده يا فندم؟ الأستاذ حطين مدرس مادة الدراسات، دايما حماس واخده مع التلاميذ، حساس قوي وبيحب التاريخ جدا، والاولاد يا فندم كمان بيحبوه. فراشو يا عزيز يا عزيز. اهلا وسهلا يا استاذ. عكس كده. حاضر حاضر يا صالح، بس ما تنسيش في الاخر ان انت بنت عمي، وكل اللي يهمني هو مصلحتك. وعشان انت ابن عمي انا طلبت انتدابي هنا عشان تساعدني في رساله الماجستير، مش عشان تقف ضدي. بس انا مش ضدك، انا عايزك بس تخلي بالك، مش كل المجرمين زي ما انت شايفاهم ابرياء. المجرم دايما تصرفاته وافعاله ما بتبقاش متوقعه، وعلى طول شايف ضابط البوليس قدامه كانه عدو. انا بقى عايز اغير الفكره دي، لان المجرم في الاساس هو انسان، يعني اكيد هيبقى في لغه حوار بينا. انا هنام وبعد عليا بالليل يا بونبون. ميشو. ازيك يا انس؟ تعال استنى، انا عايز اتكلم معاك. بعدين؟ بعدين ايه؟ انا عمك وبقول لك عايز اتكلم معاك، مش كل مره تسيبني وتمشي. ماشي اتفضل يا انس. انا عايز اعرفك يا ميشو ان سلوكك وسلوك ابوك مش عاجبني. ايوه مش عاجبني، وإذا كنتوا راضيين عن اللي انتوا بتعملوه فأنا بحذركم، وقد أعذر من أنذر. أيوة بحذركم، ابعدوا عن فطين خالص. فطين ينتمي إليكم اسما فقط، ولكن جذوره تمتد لي أنا، أنس عمه وأستاذه وأبوه الروحي. يعني انت دلوقتي عايز ايه؟ أولا ما تنساش اني انا عمك، انا عايزكوا تبعدوا عن فطين كلية، وتبعدوه عن اي شيء يخصكم. فطين ده ثروة قومية ولابد من الحفاظ عليها. استاذ انس انت عايز اتصور بعد اذن؟ طيب استناني هخلص مناقشة. يلا، فطين ده ابني، فاهم يعني ايه ابني؟ وانا لن اسمع لاحد ان يجعله يحيد عن الطريق المستقيم. اما اذا كنت انت لويت ترجع لعقلك وتعود لجدة الصواب وعايز تمشي على الطريق المستقيم، فانا ممكن اسامحك، ولكن بشروط. اولا مشي كالعادة، الجبان فقط هو الذي يخشى مواجهة الاخرين. قصدك ان انا جبان؟ ايوه انس. أنا هطلع أنام دلوقتي، مش عايز دوشة ولا رغي،
تصور من غير صوت، فاهم؟ فاهم. انا اصور واعمل دوشة زي ما انا عايز، دي شقتي وكل واحد حر في شقته. انس الله، تسلم ايدك يا عم انس. السندوتشات النهارده طعمها حلو قوي. بالعكس، دي مسخه ودلعه كمان. بس لذيذه قوي يا لمياء. انت عارفه يا لمياء يا حبيبتي، كل ما اجي المكان العظيم ده اتاكد فعلا قد ايه المصريين القدماء كانوا عظماء بمعنى الكلمه. المهم فلوس الجمعيه فين يا فاطمه؟ هرم خوفو يا لمياء اللي وراكي ده استغرق بناؤه 20 سنه ومكون من 2,300,000 حجر. ياه عظيم. يعني علشان كده يا لمياء الاجانب لما بيجوا بينبهروا، انما احنا المصريين اللي عايشين في مصر لا انبهار لا انبهار. احنا مش عايشين في زمانهم يا فاطين، ده على ايامهم هم كانوا بيبنوا الاهرامات واحنا عايزين نتجوز علشان نخلص، ففين فلوس الجمعيه يا فاطين؟ ما هو اشرب اشرب. ما هو ايه؟ ما تنطق. ما هو بقى يا لمياء حبيبتي بقى بصراحه، يعني انا خايف اقول لك، يعني لا تغضبي مني بقى وتقعدي تزعقي ولا حاجه، واحنا لسه ما استمتعناش بيومنا الجميل ده. يا سيدي مش هزعق، قول بقى. يا لمياء، ما انت كل مره كل مره تقعدي تقولي يا سيدي مش هزعق بس قول بقى، وتقعدي تقلبي وشك في الاخر يا فاطين. انت بقى الله، ده ايه الغلب ده يا ربي؟ الصراحه بقى يا لمياء يا حبيبتي، بص بقى يا ستي، انا جبت كتاب العماره الاسلاميه الشيق ده ب 138 بس، وباقي من فلوس الجمعيه 12 جنيه بحالهم اهم. انما بقى كتاب العماره الاسلاميه ده ايه؟ انت لسه هتحكي لي على الكتاب يا فاطين؟ ضيعت فلوس الجمعيه يا فاطين؟ شوفي شوفي زعلت ازاي اهو. انا ما زعلتش، انا اتشليت. بعد الشر عليك يا لمياء يا حبيبتي. اقول لك على حاجه يا فاطين، احنا مش هنكمل مع بعض، فاهم؟ عشان اتخنقت منك، خد بنتك بقى. لا اصل مش عايز اشوفك. لا لا لمياء لمياء، والنبي اقعدي بقى، اقعدي يا لمياء بقى. سايق عليك النبي بقى، ده احنا مش جايين الجو الرومانسي الفرعوني ده علشان نتخانق مع بعض. لمياء علشان خاطري، خدي بس، خدي خدي يا حبيبتي. هنا جواز يا فاطين. يا رب يا لمياء يا رب. خدي يا حبيبتي، بصي، وانا يا ستي فلوس الجمعيه دي انا هتصرف فيها من عم انس، بس سي عليك النبي بقى، افرحي بقى واضحكي، ده انت مع فاطين فطنطن. ماشي مش هزعل، بس انت ما تزعلنيش تاني، وبعدين احنا جايين نتكلم عن حياتنا الشخصيه مش الفرعونيه. حاضر يا ستي، بس اضحكي بقى يا لمياء يا حبيبتي بقى، علشان انا محضر رومانسية، انما ايه؟ جنان. ايه رأيك بقى يا لمياء يا حبيبتي في الرحلة العظيمة الساحرة والجو الرومانسي ده؟ حلوة. المهم ما قلتليش عملت ايه في موضوع دروس الخصوصية؟ ابو الهول ده بقى يا لمياء اللي بناه خفرع ابن الملك خوفو لحماية قبور الملوك من الاعداء واللصوص. يابا. وكان ابو الهول شكله على جسم اسد لكن راسه راس انسان. شفت بقى يا لمياء يا حبيبتي عظمة الفراعنة وقدماء المصريين العظماء؟ يا سلام، علشان كده السياح دي لما بيجوا بينبهروا. يا لمياء يا حبيبتي استني بس، انا والله العظيم ما كان قصدي، بس كان شكلك يفطس من الضحك. خدي بقى البسي الدملة بقى، خدي البسي. ايه ايه لمياء؟ عارف يا فاطمه ما بتشوفش من قدامي، هصوت الم عليكي ناس واقول لك عايز تخطفني. اخطفك ايه بس يا لمياء؟ ده تفكير خاطئ، حد يعني معقوله يخطفك انت كده؟ طب اما وريتك يا ناس. لا لا يا لا لمياء يا حصلي. لمياء يا لمياء معلش. انت يا حضرتك خلاص ما بقاش فيه اخلاق المعاكسه، يعني عينك كده؟ عيني عينك ايه حضرتك؟ دي لمياء خطيبتي. يا لمياء انا لا خطيبتك ولا عايز اعرفك. يا لمياء استني بس. لمياء بتكذب؟ حضرتك فهمتني غلط والله العظيم، هي بس لما وقعت من فوق الجمل. لسه هترغي؟ استنى بس، حضرتك هتضرب؟ ايوه هضرب. طب لحظه واحده، حضرتك تقدر تتفضل. اللي عمله ابنك ده سادح قوي، مش هيعدي على خير. اعلى ما في خيلك اركبه يا شيكو، بطل هالفظ، خليني ابص اللي احسن منك. فريد بيه قدامه 5 دقايق وهيبقى عندكم على طول. لا براحته. تشربوا ايه بقى؟ لا اي حاجه من ايه، زي العسل. اوكي هبعت لك المتر. هبقى نايس داي. اهلا اهلا وسهلا بالرجاله. اهلا وسهلا. العمليه الاخيره اللي باظت منكم ديت انتوا اللي هتشيلوها. لما فريد الجندي سمعته تبوظ في السوق لا تاكلوا، يعني مش هتلاقوا شغل. بس العمليه اللي فاتت دي
مكتوبة باسمي من الأول خالص ومنفذتهاش ليه يا قاور؟ عشان قاور، عشان قاور يا حاوي، مش زي ابنك واخدها عافية واخدها بصدري كده. ها؟ وإيفري سينكس أوكي. بقول لك إيه أنت وهو، خلافاتكم دي تحلوها بره بعيد عني. دلوقتي أنا هبعت لكم لفات، كل واحد هياخد الملف بتاعه للعملية الجديدة. وعلى الله تبوظ زي اللي فاتت. اتفضلوا، المقابلة انتهت. ماشي. سلام يا برنس. سلام يا شيكو. سيد. ايوه يا باشا. الواد ميشو ابنك ده هيبقى له مستقبل كبير قوي معايا. تربيت يا باشا. عارف دماغه صاحيه. تربيت. شغال. تربيت. وقلبه ميت. تربيتي. خلاص عرفت انه تربيتك. ايوه يا باشا. يبقى ابعتهولي. اتفضل. تربيت يا باشا. الناس اللي هنا بتلعب دي ناس زينا يعني من البلد؟ ناس زينا بونبوني. تعال اقعد. انت قاعد في غرزه عشان حد يجي ياخد طلبات بس. ساكت يا بونبوني. بيبو. هاي ميشو. يا بيبو هات لي البرتقال هتشرب ايه يا بونبوني؟ لا معلش عارفين انا بموضوع البرتقال ده كان اصله جامد قوي فانا هديها بيره. هات له هات له بيره يا بيه. اوكي يا كينج. ميشو ميشو انت عرفت المكان الجامد ده منين؟ عملت مصلحه لصاحب المكان ده فالجو عجبني فبقيت اجي هنا على طول. بس المكان هنا شكله غالي قوي وجامد قوي قوي قوي. لا طب ما احنا كمان جامدين. والجامد ما يقعدش غير في الجامد. انا قلت ان المكان هنا جامد. انت لسه شفت حاجه. هاي يا ميشو. هاي مايكل بونبوني. مايكل. هاي بونبوني. ايه ده ايه ده ايه ده شفت عمل ايه؟ هو ده السلام الجديد هنا؟ ايه يا مان انت ما بتلعبش النهارده بلياردو ليه؟ بصراحه بقى ما فيش لعيبه وانا ما بلعبش غير مع الجامدين. ولما انت جامد قوي كده ما تقوم تورينا لعبك ولا انت بس بقى؟ بس انا ما بلعبش ببلاش.